أحب أن أهديكم وأهدي أخي وسام طلب مني هذه القصيدة. سأكون إن شاء الله يكون ختام مسك دكتور حسن. سألني أستاذ عبد الإله الصائغ على السندي على أي تفعيلة، فقلت له على مفاعيل. مفاعيل مفاعيل أتيت اليوم أعترف بأني عاشق دنف، وأن العشق سهدني وعني النوم منصرف. تراودني خيالات أذنبا كنت أقترف، فهل عشق النساء جرم وأمر فيه نختلف؟ شو تقول دكتور؟ وجدت البعض عاتبني وبعض الراحة يعتكف، وقال البعض مجنون وأني شاعر خرف. نساء الكون أزهار وبدر ليس ينخسف، ونون النسوة الأحلى وشمس كيف تنكسف؟ فكيف القلب لا يهوى وكيف الشعر لا يصف؟ فهذه الروح صارخة بوجه الحب لا تقف. شفاهي بالهوى نادت وقالت وهي ترتجف، نساء الكون نساء الكون ذي قبل خذي منها سأعترف، بأني عاشق هاو وبالتقبيل محترف. شفاه لست أرحمها بسيل العشق ننجرف، نضيع برقصة سكرى بلحن العشق إذ عزفوا، بلحن العشق إذ عزفوا. تكرم عينك، مصر عليها وسام. كما شاعرتك ميسون خرجت عن الدين لأجل الحب والشعر، سأخرج وهي هذه القصيدة عن الدين. شقراء من قوم المسيح أحبها، لكنها تنأى على الإسلام. حظي نصيب شو سوي. شقراء من قوم المسيح أحبها، لكنها تنأى على الإسلام. ما ذنب قلب اختارها كحبيبة ليعيش بعد جفائها بظلامي؟ أنا مسلم لكنني في عشقها لا دين عندي مانع لغرامي. ديني الهوى حب الحبيبة مذهبي، وهي الشفاء لغربتي وسقامي، وهي التي صلبت جميع قصائدي ليسيل شعري كالنجيع الدامي، ويموت قلبي طامعا في وصلها وتموت شوقا أجمل الأحلام. لا لست أترك حبها مهما جرى، حتى وإن زاد العدا بملامي، حتى وإن أفتى الشيوخ بمقتلي أو جاء قس طامع بخصامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم لحضوركم هذه الأمسية الأولى لعام 2019. نأمل على إن شاء الله لقائكم في الشهر القادم. أذكر أن الأمسية عادة تكون في أول أربعاء من كل شهر، لكن بسبب العطلة قد تزحف الأمسية إلى الأربعاء الثاني. شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا للشعراء والمشاركين، وشكرا المتحف مرة أخرى. نلتقيكم على أمل المحبة والسلام.